إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا وقد أمرنا بكل ما يقربنا من الله ويبعدنا عن النار وعن غضب الله، وأمرنا بكل ما يقربنا إليه سبحانه وتعالى، ونهانا عن كل ما يبعدنا عنه ويبعدنا عن الجنة ويقربنا إلى النار. تركنا على المحجة البيضاء، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصلي عليه، فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. عباد الله، هذا شهر ربيع الأول الأنور الذي هلت فيه أنوار النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يقول صاحب البردة: أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. هذا شهر نفرح فيه بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وخير هدية نقدمها له أن نتبع سنته، وأن ندرس سيرته، وأن نعيش حياته في أنفسنا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم
فيما أخرجه البخاري أن أبا لهب يخفف عنه كل يوم اثنين في النار، لأنه لما جاءته ثويبة وهي جارية أبي لهب والتي كانت تحضر مع السيدة آمنة بنت وهب وهي تلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حضرت ولادته الشريفة، ذهبت تبشره بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح أبو لهب وهو عمه فأعتقها. فمن أجل أن أبا لهب الكافر الذي توعده الله سبحانه وتعالى بالنار الذي أنزل فيه قرآنا يقرأ في الصلاة وفي المحاريب وفي المصحف إلى يوم الدين، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يخفف الله عنه لفرحه بمجيء نبيه صلى الله عليه وسلم فأعتق ثويبة، وينزل له شيء من ماء يبرد عنه بعض العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ويخرجه البخاري في صحيحه، فما بالك بفرح المؤمنين بمقدم النبي المصطفى، وبفرح قلوبهم، وبإدخال الفرح على ذويهم وعائلاتهم وأسرهم، وبتربية أبنائنا على هذا الحب الذي هو بيننا وبين العالمين. فرسول الله الكريم هو الذي بيننا وبين الناس أجمعين. كذبه هؤلاء، واتهمه هؤلاء، وسخر منه هؤلاء، واستهزأ به هؤلاء، وكيف يعلم في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كالزهر في طرف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فريدا، هو سيد الأكوان، سيد الخلق أجمعين، هو حبيب الرحمن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن فالاحتفال بمولده الكريم وإدخال الفرحة على قلوب ذوينا أجمعين ثوابه أن يخفف الله عنا في الدنيا والآخرة، وأن يحسب لنا هذا الحب عنده سبحانه وتعالى، ونحن نشهده ونشهد حملة عرشه ونشهد الناس أجمعين أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.